ما انحلت بشائر العيد حتى قصدت الناس محال بيع الحلويات، زينة العيد وحلتها الجميلة. لذا نجد أصحاب هذه المحلات عدوا العدة من أجل استقبال مثل مناسبة العيد، ويبدون يعلنون لأحسن ما لديهم من أصناف جميلة ولذيذة، الكيك والبساكت والموالح والشوكليت والكليجة اللي راح تقدم للضيوف في العيد. وكالمعتاد الشعب العراقي معروف أنه يقفز على معاناته ويحتفل بهذه المناسبة الاجتماعية، وتتولى العائلة كثير من الفعاليات، لكن هذا لا يعني أنه إحنا ما نلجأ إلى المحلات وخصوصا المحلات الراقية بما نؤدي من خلال قيم الضيافة إلى الأهل والأصدقاء والجيران. طبيعي إضافة إلى ذلك في البيت أكو فعاليات بالمعجنات واللي تكون دائماً إلها طقوسها الخاصة واللي نحتفل بيها بغض النظر عن مستواها. لشروط الضيافة إنه إحنا نستعين بالمحلات، خصوصاً المحلات اللي تعتبر محلات رائدة ومتقدمة وبدت تنتشر في الساحة التسويقية، إنه تكريما للضيف واعتزازا بهذه المأكولة باعتبارها صناعة وطنية واحنا فخورين بها. حضر احنا مثل ما نقول الكيك والبسكت ونستله، وهي الوجبة الرئيسية وجبة العيد الكليتش بصورة عامة يعني، فهاي بالنسبة لنا ما هو زيارة الأهل، زيارة الأقارب، قسمة ناس تروح زيارات، ناس اللي عيدها شهداء واللي عيدها تروح تزورهم، بس بشكل عام البصرة عيدها حلو يختلف، ولو الحر السنة تعبنا جدا، بس إن شاء الله الأيام الجاية سهلة والحمد لله. وشي محلات الحلويات ما اكتفت بتقديم الحلوى وأصناف الحلوى العراقية، بل بدأت تعرض أصناف أخرى تركية وفرنسية وخليجية وشامية حتى توسع دائرة الإقبال على الحلويات وخاصة بالعيد، وتخلي العوائل تزين موائدها بكل ما هو جميل وطيب. كل عام وانتم بخير، والله يعود عليكم وان شاء الله بالصحة والسلامة. بالنسبة صاحب محل وحلويات وكيك، وهاي السنة ان شاء الله اقبال على المعجنات اكثر شيء، اللي هي التركية واللبنانية والمعمول هذا التمر، وان شاء الله سنه حلوه ان شاء الله. اكثر اقبال على المعجنات، معجنات المعمول ابو التمر اللبنانيه والسابليه التركي. قبل يومين يصير الحركه، هي اكثر شيء يعني اكثر شيء العالم توافد علينا على المعجنات. احنا كاصحاب معجنات متخصصه بالمعجنات الفرنسيه والحلويات الفرنسيه، يعني لاقينا في هذه الايام اللي قبل العيد شوية الزخم غير المعتاد دائما. أكثر شيء طلبها تصير مثلا على الكرواسان، على الدونات، بكونها يعني شغلة جديدة بالبصرة ما مطروقة سابقا أو مطروقة بس بقلة، وعلى الكيك يعني بصورة عامة. ورش العمل الصغيرة الخاصة بالحلويات أيضا شهدت إقبال كبير عليها من أجل صنع وبيع الحلويات في العيد، وهذا ما ساعد أصحاب مشاريع الحلويات الصغيرة اللي روجوا لبضاعتهم عن طريق صفحات الإنترنت بتقديم أحلى أنواع الكيك والحلويات في موسم العيد، وصار العيد عندهم عيدين. وطلبات التوصيل المنزلي هذه المرة كانت حلويات بامتياز. يعني ناس حبت يعني انه احنا عندنا خدمه توصيل، خدمه توصيل مبلغ، يا اما يعني اذا سعر الكيكه يكون عالي يكون توصيل مجاني.
وفرنا خدمة التوصيل، يعني ما تصور الناس شلون كانت فرحانة. يعني هم يعني أنا زاد مشروعي لأن يعني توفرت خدمة. يعني أنا من يوصل زوجي أو أخويا أو مثلاً كان حماية هم يوصل. الموقع الجغرافي على جي بي إس. إحنا أكثر شيء يعني إحنا ما نعرف أكو مناطق بالبصرة ما نعرفها، فأقولها فتحي جي بي إس عن طريق الفايبر طلع حش للدمعة رأساً يتحدد الموقع، بحيث إحنا مباشرة تلقانا قدام بيها. الناس اللي التقيناهم في محلات بيع الحلويات أعربوا عن سعادتهم ورادوا يهنون أحبابهم عن طريق قناة الشرقية بهذه المناسبة. أول شيء نحب نهني قناة الشرقية وأهل البصرة والعراقيين جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وإحنا هسه مثل ما جاي يشوفون هنا حلويات بسكوتة بالبصرة، واحدة من الحلويات المعروفة والمشهورة. دائما نصير مناسبات نصير عندنا قوال هيك من قناه استعدادات العيد، الكليجه والحلويات ولمه العيد بعد تعرفها انت، اهلنا قاربنا اللي اختم الزوجه تجيب جهالها تجيها اللي ما ادري شنو يعني الاخو، فصير بيها جمعه هم يعني. احنا عيدنا هنا جمعه الاهل يعني، يصير عيد اهلك والدك والدتك الى اخره. واهل البصره معروفين يحبون الافراح يحبون الاعياد. الشعب البصري دائما اريح يعني، يحب إذا ماكو مناسبة يريد لمناسبة حتى يفرح بيها. وهاي فرحة العيد إن شاء الله نتمناها على الجميع إن شاء الله، ونتمنى السلام والأمن للعراق إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، عيد مبارك إن شاء الله على جميع العراقيين والعالم كلهم. مثل ما قرب العيد المبارك جينا نتبضع اليوم حلويات أنا والعائلة. صحيح هاي الأمور موجودة بالبيت مثل الكليجة وبقية المعجنات، بس تبقى يعني محلات المعجنات الجاهزة مثل ما تقول هي الأصل، يعني أول وتالي نجي نتبضع من عندها. وإن شاء الله سنة خير وعيد محبة وعيد كل سنة صحة وسلامة على الجميع. إحنا نقول الجميع كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله حياتكم مليئة بالسعادة والحلويات منورة موائدكم الجميلة. كان وياكم عمار السعد من البصرة لبرنامج ظهيرة العيد.